بسم الله الرحمن الرحيم. Anatomy and embryology of the pancreas and adrenal glands. تشريح والأجنة أو التطور البنكرياس والغدد فوق كلوية أدرينال أو سوبرارينال. مرة تانية Anatomy and Embryology of the Pancreas and Adrenal Glands. Upon completion of the course, students should be able to. معناها لما يكمل الكورس الطلبة المفروض يكونوا قادرين على نمرة واحد Describe the location, relation, blood and nerve supply, and lymphatic drainage of the adrenal glands. يعني يوصفوا المكان والعلاقات والتغذية الدموية والعصبية والتصريف الليمفاوي للغدد فوق كلوية. Identify the development of the adrenal glands. كمان نتعرف على التطور بتاع الغدد فوق كلوي. هنوصف describe the location, relation, blood and nerve supply and the lymphatic drainage of the pancreas. يعني هنوصف المكان والعلاقات والتغذية الدموية والعصبية والتصريف الليمفاوي للبنكرياس. Identify the development of the pancreas والتعرف على التطور بتاع البنكرياس. ثلاثة وأربعة دول في الحقيقة مشتركين بين السيستم اللي احنا شغالين فيه اللي هو الاندوكراين سيستم ومع الدايجستيف سيستم، فالمفروض دول اتاخدوا مع الدايجستيف سيستم، فأنا حطيتهم أو اتحطوا يعني مع الاندوكراين على إنه البنكرياس في جزء اندوكراين وفي جزء اكسوكراين وكمان هو يتبع الدايجستيف سيستم. فيعني حطيناه بس مش هنطلبه في الامتحانات، لكن اللي يستفيد بيه ويراجع معلوماته يبقى موجود. سوبر ادرينال جلانس يلوش ريتروبيروتونيال اورجانز. يلوش يعني مصفرة اللون، ريترو خلف، بيروتونيال جاي من البيروتون، اورجانز اعضاء يعني اعضاء خلف البروتون ولونها مصفر، وهنا في الدايجرام محطوط لونها اصفر او معمول باللون الاصفر. موجودة فوق الكلية، ده ليفت كيدني وعلى ليفت سوبرين جلاند، ده رايت سوبرين جلاند وموجودة على الرايت كيدني زي ما باينة قدام. طبعا هنا متشال البروتون عشان تبان الاستراكشر دي للبروتونية، بالمناسبة من ضمنها الكيدني نفسها ومن ضمنها اليوريترز ومن ضمنها الانفيروفينا كافا والاورطه، الحاجات اللي احنا شايفينها دي كلها بقى، والبوستيرو ابدومينال وول ماسلز زي الصوص الموجودة على الناحيتين، زي كوادريتس لامبورم، زي الالياكس الحتيجي، ترانسفيرسس ابدومينوس. يعني احنا موضوعنا بقى السوبرارينال جلاند. لاي اون ذا ابر بولز اوف ذا كيدني، موجوده على القطب العلوي للكيدني، ده زي ما احنا شايفين دي الكيدني وهي عليها زي واحد لابس طربوش زي ما بيقولوا. سراودد باي رينال فاشيا، ده مع الرينال سيستم موجود فيه الكلام ده، الرينال فاشيا وبرا رينال فاشيا الكلام ده، فهي محاطه بالرينال فاشيا، يعني هي والكيدني محطوطين في نفس او متغلفين بنفس الفاشيا دي. But are separated from the kidney by peri-renal fat. مفصول على الكدني بالبيري-رينال فات، يعني في فات بنسميه بيري-رينال يفصل الكدني عن السوبر-رينال جلاند. مهمة جدا المعلومة دي على فكرة، يعني من معلومات الامتحانات زي ما بيقولوا يعني. يبقى الكدني والسوبر-رينال جلاند هما الاثنين محاطين بالرينال فاشل، لكن الكدني مفصولة من السوبر-رينال جلاند بالبيري-رينال فات. Each gland has a yellow كورتكس عند ادارك براون مظله. جلاند ليها كورتكس يلو، وده اللي احنا عشان كده شفنا جلاند من بره لونها اصفر او مصفر،
ودارك براون مظله. المظله دي بقى لازم ناخد مقطع فيها عشان يبان المظله بقى. لونها بيبقى براون يعني بني، بني غامق، دارك براون المظله او النخاع. الكورتكس دي القشره، فليها كورتكس صفراء وليها مظله او نخاع لونه بني غامق. كورتكس سوبرارينال جلاند سيكريتس هرمونز ذات انكلود مينرال كورتيكويدز concerned with control of fluid and electrolyte balance, glucocorticoids concerned with the control of metabolism of the carbohydrates, fats and the proteins, and small amounts of sex hormones may play a role in pre-pubertal development of the sex organs. يعني الحتة دي فيسيولوجي الفانكشن بتاعتها، فاحنا حاطينها مش هنخسر حاجة لما نعرفها ناخد فكرة عنها. فتاني الكورتكس of the suprarenal glands secretes يعني تفرز هرمونز هرمونات that include التي تشمل mineral corticoids concerned with control of fluid electrolyte balance, mineral menisma corticoid الأملاح ده هتتحكم في السوائل والإلكترولايت بالانس اتزان الإلكترولايت. glucocorticoids concerned with the control of metabolism of carbohydrate glucose من الاسم وكربوهيدرات وفات وبروتين. وبعد في small amount of sex hormones كمان، يعني لو هقول 1 2 3 يبقى 1 mineral corticoids 2 glucocorticoids 3 small amount of sex hormones. الأخيرة دي small amounts of sex hormones يعني كمية صغيرة من sex hormones may play ممكن تلعب a role دور in pre-pubertal development في التطور قبل البلوغ of the sex organs للأعضاء الجنسية. مظلة suprarenal glands المظلة أو النخاع بتاع suprarenal glands secretes يفرز catecholamines ابنفرين اند نور ابنفرين. وبعيد تاني الجزء ده الاخراني ده سواء الكورتكس او المظلة اللي بيفرزوه يعني فانكشن يتبع الفيسيولوجي. رايت سوبرينال جلاند ده اناتومي بقى بيراميدال شيبد او بيراميد شيبد شكلها هرمي، ودي ادر رايت اند كابس عامله زي كاب يعني واحد لابس زي بنقول كاب على الابر بول اوف ذا رايت كدني على القطب العلوي للرايت كدني. ده الابر بول وده الناحيه الثانيه اللور بول. يعني احنا المفروض بنميز الكدني عن طريق السوبرارينال جلاند بالمناسبه. لايز بيهايند ذا رايت لوب اوف ذا ليفر، هنا متشال الليفر لو موجود الرايت لوب في المكان ده. اكستنس ميدالي بيهايند الفيرفينا كابا، ده موجود واضح في الدايفرام. يعني الفيرفينا كابا اللي قدامنا ده في جزء من الرايت سوبرارينال جلاند وراه. يعني لو هقول كارليشن يبقى الانفير بين كابا انتيريور تو ذا رايت سوبرارينال جلاند من ناحيه الميديال زي ما احنا شايفين. ريست بوستيريور اون ذا دايفرام، اللي انا شايفه ده وادي السنترال تندون اللي بالاخضر بتاع الدايفرام، فهي كده مريحه على الدايفرام وده بوستيريور دي. يعني اقدر اقول ايه؟ ان سوبرارينال جلاند انتيريور ليها الانفير بين كابا على الرايت سايد وبوستيريور ليها الدايفرام. الليفت سوبرارينال جلاند بقى اللي هي على الناحية التانية، ده اللي عند الليفت كدني، الليفت سوبرارينال جلاند كريسنتك ان شيب شكلها هلالي، كريسنتك ان شيب يعني هلالية الشكل. اكستنس الونج ذا ميديال بوردر اوف ذا ليفت كدني فروم ابر بول تو ذا هايلس، هنا في فرق بسيط ما بين الرايت والليفت كدني. الليفت كدني ممكن توصل لغاية الهايلم بتاعها، الرايت كدني لا عند الابر بول بس ما نزلاش عامله زي الليفت كدني. يعني في فرق في علاقه السوبرارينال جلاندز مع الكدنز. الشكل نعيد تاني، لو رايت كدني تبقى بيراميدال ان شيب، لو ليفت كدني تبقى كريسنتك ان شيب. طيب لايز بيهايند البنكرياس، المره اللي فاتت كنا نقول بيهايند فيروفينا كافا، هنا متشال البنكرياس. الليفت سوبرارينال جلاند بيهايند بنكرياس اللي سرساك اند ستومك. والناس اللي خدوا بقى او خدتوا المفروض بصراحه الديجستيف سيستم السنه الماضيه كان الاستراكشر اللي تبع السومك بيت
المفصولة عن استومك بالليسر ساكن من ضمنهم ليفت كيدني ليفت سوبرينال جلاند. فادي معايا ليفت سوبرينال جلاند، يبقى هيكون قدامها ليسر ساك قدامها استومك في المعدة، وراها كالعادة ريست بوستيريور اون ذا دايفرام، ما عنديش حاجة تانية. يبقى رايت ليفت دايفرام في الحالتين. الفرق في الانتيريور ما بين الرايت وما بين الليفت، حطينا في الرايت انفيرو فينا كابا، حطينا رايت لوب اوف ذا ليفر، على الليفت ليسر ساك وبنكرياس وستومك. بلاد سبلاي بقى، بلاد اند نيرف سبلاي ذا سوبرينال جلانس. البلاد يبقى تعني الارتز والفينز. الارتز 3 النمبر، 3 ارتز 1 فين بالمناسبه، 3 ارتز يجوا من انفيريو فرينيك ارتري، يجوا من الاورطه، يجوا من الرينال ارتري. الثلاثه ارتز بالمناسبه يعني لو عايز انفيريو فرينيك اهو موجود على الليفت سايد في الدايفرام ده، المفروض مقابله على الناحيه الثانيه. فده بيديني بالمناسبه الثلاثه ممكن نسميهم سوبير سوبرانينا وميدل سوبرانينا والانفيريو سوبرانينا، فبالشيء طبيعي هيدي السوبير سوبرانينا. طيب الاورطه تاخد منه الميدل سوبرينال، وبعدين الرينال نفسه يديني انفيريور سوبرينال. يعني هنا المفروض في واحد طالع من الرينال ارتري ويروح للسوبرينال جلاند ويبقى انفيريور، وواحد مباشره من الاورطه على السوبرينال جلاند يبقى ميدل، وواحد ينزل لها من فوق من الانفيريور فرينك، وده يبقى السوبير. يعني ثلاثه ارتز. نعيد تاني، الثلاثه ارتز يجوا من انفيريور فرينك من الاورطه من الرينال، والمفروض اسمائهم سوبيريور سوبرارينال ميدل سوبرارينال انفيريور سوبرارينال، وطبعا كل واحد فيه كلمه ارتز وارتز على بعضه. الفينز بقى سنجل فين، يعني ثلاثه ارتز وان فين. سنجل فين ايميرجز فروم ذا هايلم في ايتش جلاند، يطلع من هايلم من كل جلاند اند درينز انتو انفيريور فينا كابا على الرايت وبعدين رينال فين على الليفت. يعني لو على الرايت سايد باين موجود في الدايجرام ده بصراحه السوبرارينال فين بتاع الرايت مباشره، هو قلنا الانفيريور فينا كابا قدامها، يعني ما مش محتاج حد وسيط عشان ياخد الفينوس درينج من السوبرارينال جلاند غير الانفيريور فينا كابا على الرايت سايد. الليفت سايد بقى مين هيحل محل الموضوع ده؟ الليفت رينال هو اللي هياخد الفين بتاع الليفت سوبرارينال جلاند وينزل يصب في الليفت رينال، زيه بالمناسبه زي الليفت جونيدال ويوصلهم الليفت رينال بعد كده الانفيريور فينا كابا. الليمفاتيك درينج بقى، الليمف درينج انتو لاترال اورتيك او بارا اورتيك ليمف نودز. النيرف سبلاي بقى بري جانجلونيك سمبثيتيك فايبر درايفد فروم ذا سبلانكينيك نيرف سبلاي ذا جلاندز، موست اوف ذا نيرفز اند ان ذا ميدلا اوف ذا جلاند. ناخد لبالنا حط 10 خطوط زي ما بيقولوا بري جانجلونيك سمبثيتيك فايبر وليس بوست، احنا هنا في السوبرينال جلاند يروح لها بري جانجلونيك سمبثيتيك فايبر، وده تيجي من السبلانكينيك نيرفز اللي بيغذوا الجلاندز. ديفلوبمنت اوف ذا سوبرينال جلاندز بقى التطور بتاع الغدد الفوق كلويه الكورتكس ومظله. في ملحوظه هنا في تريك زي ما بيسموها، الكورتكس يطلع ميزوديرم عكس ما هو متوقع، والمظله هي اللي تطلع من الاكتوديرم. لاول واحد اي حد هيقول كورتكس المفروض تبقى الاكتو والمظله تبقى الميزو، طبعا يعني مش على حسب مزاجنا زي ما بيقولوا، ده حسب ما هم طلعوا في الديفلوبمنت ازاي ناموا يعني. هنشوف القصه دي بقى. الكورتكس اللي طالع من الميزوديرم ديفلوبز فروم سيلوميك ميزوسيليام. ميزوسيليام يعني ميزوديرم بتاع السيلوميك كافيتي. بالمناسبه السيلوميك كافيتي دي اللي هتديني بقى بلورا وبركاردام وتديني بيروتونيوم وتونيكا فيجينالستس، اللي هي هنا مغطيه الكفرنج بوستير ابدومين الاولى. ات فيرست الفيتال كورتكس از فورمد وبعدين ليتر ات بيكامز كفرد باي سكند او فاينل كورتكس. يعني هنا في فيتال كورتكس يعني الكورتكس بتاع الفيتاس بتاع الجنين، وبعدين يجي الفاينل كورتكس الكورتكس النهائي ده. افتر بيرث الفيتال كورتكس ريتروجريسز يعني يحصل له ضمور
and its involution is largely completed in the first few weeks of life. يعني زي ما بيقولوا الضمير بتاعه ده يخلص على اخر الاسابيع الاولى من الحياه. Complete histological differentiation attained at birth. يعني السوبرين جلاند معاها عشان يحصل كومبليت كامل هيستولوجيكال ديفرنشيشن يعني تميز هيستولوجي كامل معانا لغايه البيبرت. المظله بقى ده جاي من اكتوديرم او نيورال كريست. نيورال كريست طالع من الاكتوديرم المفروض او هتاخدوها مع النيرفس سيستم. انه ال انه ال عند لو فاكرين من الديفلوبمنت في النيرفس سيستم كان في حاجه اسمها نيورال تيوب عند الايدج بتاعتها في النيورال كريست ويحصل لهم سيبريشن وبعدين بقى يجوا يتوزعوا في البادي يدونا الديرفيتيفز بتاعتهم اللي من ضمنها المظله او سيبرين الجلاند. المظله بقى فورمد فروم سمباسو كرومورفين سيلز اوف نيورال كريست نوع من التخصص. يعني احنا كائناتهم بصراحه يهمنا كلمه النيورال كريست حتى تحت 10 خطوط. ذيس انفيد ذا كورتكس هي بقى انفيد يعني معناها ايه تغزو الكورتكس القشره اون اتس ميديال سايد من ناحيه الميديال سايد بتاعها. ماشي يا جماعه بيجت المظله دخلت جوه الكورتكس فكانها اتعكست الايه بي اللي طالع من الاكتوديرم هو اللي بيجي في الداخل واللي طالع من الميزوديرم بيجي في الخارج اللي كون الكورتكس. This invades the cortex on its medial side. So medulla comes to occupy the central position and is arranged in cords and cluster. الكلام ده طبعا هيدخل على هيستولوجي. احنا كفسيولوجي كاناتومي بصراحه ما يهمناش جو التفاصيل دي يعني لكن يعني هيدخل على هيستولوجي في التخصص يعني. Bridging allonic sympathetic nerve fiber احنا خدناها في الاناتومي. Grow into the medulla بقى تنمو في المظله اللي هي النيرف سبلاي بتاعها. And influence activity of the medullary cells. وتؤثر على الانشطه او النشاط بتاع الخلايا بتاعت النخاع. نشوف الدياجرامات بقى. انا حطيت دياجرامات اللي مش متلونه ودياجرامات المتلونه زي ما بيقولوا خلينا في المتلونه بسيطه وسهله. ادي المظله في النص دي اللي احنا شايفينها لونها فاتح شويه عن اللي حواليها. الجزء اللي بعد كده الغامق اللي حواليها ده كله عباره عن الكورتكس وجاي عامله انفاجينيشن من ناحيه الميدل سايد. ده الميدل سايد فاللي ماشيه دي معايا مظله 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 لغايه الاخر. في هنا في الدايجرام يمكن احنا ما جبناش سيرته في اثناء في كلام التكست المكتوب حاجات هيستولوجي هيستولوجي بصراحه. الزونا فاسيكولاتا هنا معلش يهمنا البرموردر اوف ذا كورتكس وبعدين الفيتال زون اللي محطوط عليها كلمه فيتال زون. المهم احنا اللي يهمنا في الاخر انه كانوا اثنين كورتكس وبعدين حصل لهم ديفرنشيشن ونشوف اخر دياجرام في الديفرنشيشن بقى اللي احنا بنشوفه المفروض في الادلت بعد كده. الزونه اللي هي مكتوب عليها الحاجات اللي هي اللي واخده كل واحده لون مختلف عن التاني عشان يبان الفرق بينهم. زونه ريتيكيولاتا وبعدين الزونه فاسيكيولاتا وبعدين الزونه جلوميرولوزا. التلاته زونز اللي ورا بعض هم التلاته على بعضيهم يمثلوا الكورتكس اوف ذا سوبرينال جلاند. وده زي ما بقول ده كلام هيستولوجي بصراحه بيقول احنا اللي يهمنا يعني كاناتهم مطلوب مني كطالب ان اعرف ان المظله جايه منين. النيورال كريست نوعها ايه في الجيرم لاير؟ اكتوديرم. الكورتكس جاي منين؟ جاي من ميزوديرم وعباره عن الميزوسيليوم بتاع السلوم الكافيتي اللي موجود في البوستيرو ابدومن باختصار شديد. الدياجرام ده مش ملون بقى من مصدر تاني معلش عشان نشوف فين النيورال كريست اللي احنا اتكلمنا عليه. ادي النيورال كريست وبدات تتوزع وتدي بقى المصادر بتاعتها اللي من ضمنها السوبرارينال جلاند. لو احنا كملنا مع الدياجرامات دي لغايه الاخر هنلاقي اهو دخلنا على المظله او السوبرارينال جلاند وادي الكورتكس وبعدين هنمشي مع دي بنفس الطريقه
يعني المرة دي هناخد الأسهم نمشي مع الأسهم اهو، يعني أرجع من الأول تاني، أدي السهم ده نزل لي الدياجرام ده، دخلنا على عمر جديد، اداني الدياجرام التاني تالت رابع خامس، ده الأخير مرة تانية مظلة اللي موجودة في السنتر، والدوائر اللي براها دي أو الطبقات اللي براها تمثل الكورتكس. هنا في ملحوظة نحب نقولها بالمناسبة، إن النورال كريست هو اللي حصل له مايجريشن وراح ناحية السوبرينال جلاند، ناحية المظل، النورال كريست يعني عمل المظل وراح ناحية المكان اللي فيه السوبرينال جلاند، هتتكون يعني الجزء اللي هيجي منه الكورتكس، يعني المظلة راحت للكورتكس مش الكورتكس اللي راح للمظل. وبعدين زي ما بنعيد تاني، عملت انفجينيشن من ناحية الميديال سايد من مكان الهيلم اللي هتدخل عن طريقه بقى بلاد فيزل ونير والليمفاتيك، الحاجات اللي احنا خدناها في الاناتوم. كبرنا الدياجرامات عشان تبان بقى اوضح واوضح، زي ما مظلة وبعدين الكورتكس بالاجزاء بتاعتها. بالمرضى من الكورتكس الفيتال زون الزونة فسيكولات، ونكمل لغاية ما نوصل للمرحلة الأخيرة. وأنا حاطط تحتيها 4 سنين، وإحنا معانا لغاية بيبرت عشان يبقى يديني الأدلت لايك استراكشر زي ما بيسموه. يبقى تاني مظلة، زونة ريتيكولاتا، زونة فسيكولاتا، نمرة 3 الزونة جلوميرولوزا. دايما بناخد الامبيولوجي عشان نعرف الكونجينيتال انوماليز او ذا سوبرينال جلاندز. نمره 1 اجينيسيس، كلمه اجينيسيس بصراحه اكله شيء بتتحط مع اي اورجن. اجينيسيس يعني عدم التخليق، جينيسيس تخليق، وحط لها الايه تو بنفيتها انه سوبرينال جلاند ما تتكونش. زي ما قلت تنفع تتحط نمره 1 دي مع اي اورجن تاني. اكتوبك سوبرينال جلاند برضه كلمه اكتوبك كلمة مش غريبة، يعني انه حاجة اتكونت في مكان مش بتاعها. هنا ممكن تتكون بلو الكبسول اوف ذا كيدني، المفروض ما تبقاش كده، وان عند الابر بول اوف ذا كيدني وبراها مفصولين عن بعض بالبريرين الفات، فكده يبقى ده نوع مكان اكتوبيك. زي معلش احنا تبعنا الاندوكراين سيستم، خدنا السوبرين جلاند المحاضرة اللي فات، اللي خدنا الثيرويد جلاند وبارا الثيرويد المحاضرة اللي فاتت، كان في كلمة اكتوبيك. اكسسوري كورتيكال تيشو، اكسسوري يعني زيادة، انه في كورتيكال تيشو زيادة موجود فين؟ فاوند اون بوستير ابدومينال وول، وممكن حتى في البلبس. طب حد معلش يعني، او ممكن نسأل السؤال ده ازاي هنوصل لغايه البلفيس؟ لان الميزوسيليال سيل اللي هو البروتونيوم هنا في الساعه دي او السلوم الكابيتي وصل لغايه البلفيس، فلوجيك ان ممكن تمشي معاها اي جزء من الكورتيكال تيشو ويوصل يتكون في البلفيس مش في المكان العادي بتاعها، بالاضافه للسوبرانين جلاند العاديه الموجوده. ادرينو جينيتال سيندروم، ايه هو الادرينو جينيتال سيندروم؟ هايبرتروفي اوف سوبرينال كورتكس اند اوفر برودكشن اوف اندروجينز. ريزلتس فروم سيدو هيرمافروديتيزم ان فيميل اند بريماتور انلارجمنت اوف اكسترنال جينيتاليا ان ميل. فده سيندروم، كلمة سيندروم لو كذا حاجة موجودة في آن واحد في المريض ده او في الشخص ده، فيحصل هايبرتروفي سوبرينال كورتكس. واحنا قلنا من ضمن الحاجات اللي بيفرزها السوبرينال كورتكس عامه الستكس هرمونز كميه منهم، فيحصل اوفر برودكشن اوف اندروجينز ويحصل سيدو هيرمافروديتيزم
في الفيميل وبريماتور اللازم توكسين الجينيتاليا ان ميل. Susceptibility to trauma at birth. At birth, subarachnoid glands are relatively large because of presence of fetal cortex اللي احنا قلنا هتضمر بعد الولادة. Later when this part of the cortex involutes, the gland becomes reduced in size. الكلام ده احنا بنعيده خدناه أثناء الشرح. During the process of involution بقى احنا بنعيده ليه بقى عشان الحتة دي؟ أثناء عملية الضمور the cortex is friable. Cortex تبقى friable يعني مش هقول هشة سهل انه يعني انه تتكسر and susceptible to damage وعرضة للدمج للتكسير and severe hemorrhage ونزيف شديد. فده بتحصل اثناء بيرس انه ممكن يحصل تروما للسوبرينال جلاند. ودي حتة مهمة على فكرة للناس بقى اللي هيشتغلوا في النساء. البنكرياس انا قلت في البداية البنكرياس بيتاخد في الاندوكراين سيستم ويتاخد كمان في الدايجستو سيستم فاحنا هنشرحه عشان اللي ما اذا ما ذكروش من الرجال يبقى مش هيعتمد على مكانين يعني عايز اقرأ عند مين بس احنا مش هنجيب فيه اسئلة بالمناسبة يعني هديه بس للعلم بالشيء. بنكرياس both an exocrine and an endocrine gland mixed gland يعني غدة مشتركة فيها اندوكراين وفيها اكسوكراين. اندو قلنا التعريف بتاعه انه الهرمات تصب مباشرة في الدم. اكسو عندي داكت توصل زي ما هنا في البنكرياس هتوصل للديودينام اللي هو الاثنى عشر فعشان كده فيها الاثنين وتتبع الجهاز الهضمي. بالمناسبة يعني اكسوكراين بورشن اوف ذا جلاند بروديوس اسكريشن الجزء الاكسوكراين بيفرز او بينتج افراز ذات كونتينز انزيمز الذي يحتوي على انزيمات كابابل اوف هيدرولايزنج بروتينز فاتس اند كربوهيدرات قادرة على يعمل هيدرولايزيشن للبروتينز والفات والكربوهيدرات خصوصا البروتين بصراحة يمكن الفات يعني هيستعين بقى بالبايل والكربوهيدرات هيستعين بانزيمات جايه من فوق كمان حتى من ضمنها السلايفا يعني مش هندخل احنا بقى في الدايجستيف سيستم كافيسيولوجي بس كده فكره عامه عن الوظيفه بتاعته. الاندوكراين بورشن اوف ذا جلاند بقى الجزء اللي هو تبع الغدد الصماء اللي يعتبر تبعنا احنا بقى معلش كموضوع ذا بنكرياتيك ايليتس يعني الجزر بتاعت البنكرياس بيسموه ايلس ولانجر هانز ده اسم شخص الجزر بتاعته بيرديوز ذا هرمونز انسولين اند جلوكاجون وده اللي يخصنا احنا كهرمونات او يخصنا كاندوكراين سيستم وتش بلاي اكي رول التي تلعب دور محوري في مفتاح يعني دور محوري ان كربوهيدرات ميتابوليزم في هضم الكربوهيدرات ومعروفة بقى قصة الانسولين مع السكر والكلام ده. البنكرياس ما زلنا فيه ان انلارجد ان الونجيتد ستراكشر يعني تركيب معمول بالطول لايز ان ذا ايبيجاستروم اند ليفت ابر كوادرانت موجود في منطقة بنسميها الايبيجاستروم يعني فوق الاستومك اند ليفت ابر كوادرانت على اساس بنقسم الابدومن لاربع كوادرانت اربع تربع في ليفت ابر ورايت ابر وليفت لور ورايت لور فده في الليفت ابر كوادرانت الربع العلوي الايسر سوفت ناعم اند ليبيوليتد ومعمول على هيئه فصوص اند سيتويتد ان بوستير ابدومينال وول موضوع على البوستير ابدومينال وول بيهايند ذا بيرتونيوم يعني ريتر بيرتونيال نفتكر السوبرارينال جلاند والكدني اللي احنا جبنا سيرته المحاضره في نفس المحاضره دي يعني. كروسز الترانس بايلوريك بلين مهمه الجمله دي بصراحه. الترانس بايلوريك بلين يعمل له كروس او هو كروس للترانس بايلوريك بلين ده مهم كلينيك بلين ده بيعدي على الكوستال كارتريج رقم 9 على ناحيتين بيعدي على لامبر 1 وطبعا من اسمه يعدي على البايلوريس اوف ذا ستومك والهيلم اوف ذا كيدني على الناحيتين وهو معانا في البنكرياس. Divided into head, neck, body and tail. تعال نشوفهم هنا بقى. الهيد اللي هو مقطوع هنا في الدياجرام
وبعدين عند القطعة نفسها النك بالمناسبة، ان احنا بنعرفها بتكوين البورتال فين وراها، وهو قدام البورتال فين بالتكوين بتاعها. وبعدين ادخل على البادي، والنهاية التيل. التيل كمان اعرفها مميزة انه تنتهي عند سبلين، يعني التيل والبنكرياس من ضمن الاستراكشر اللي داخلة السبلين او طالعة منه الهيلم بتاعها، كأنها حاجة هي مش داخلة طبعا جوه السبلين السلف يعني، لكن ملاصقة في السبلين. وعلى فكرة المعلومة دي مهمة جدا لبتوع الجراحة، لما بيشيلوا سبلين الحاسب ما يعورش التيل والبنكرياس. الهيد والبنكرياس is disc shaped. الهيد عاملة زي القرص disc shaped and lies within concavity of the duodenum، وموجودة في concavity يعني التقعيرة بتاعت الديودنم. الديودنم عامل زي سي شيب، عامل زي حرف سي، فمقعر من ناحية اللي فيها الهيد بتاعت البنكرياس. Part of the head extends to the left behind superior mesenteric vessels، وبنسميه انسيناتي بروسس، وده اللي مكتوب عليها هنا، ده الهيد وطالع منه انسيناتي بروسس. اعرفهم ازاي من بعض؟ انه البورتال فين يتكون ورا النك اوف ذا بنكرياس، والسوبير مزنتك فيزنس اللي داخل في يعني الفين بالذات الداخل في تكوين بورتال فين، الارث هيطلع من الوسطى، يبقوا قدام الانسيناتي بروسس. دي حاجه كاركترستيك يعني، وهكمله قدام السير بارت اوف ذا ديودنم بالمناسبه. حتى في موديلز كتيره في كل مكان موجوده موديل منه للعينات او عينات حقيقيه يعني. مميزه جدا انه الانسيناتي بروسس تبقى ورا السوبير ميزنتريك فيزلز، وبالطبع ريليتد للسير بارت اوف ذا ديودنم بالمناسبه يعني. النك كونستريكتد بورشن، النك جزء كونستريكتد يعني اختناق. دايما تعريف النك عبارة عن constriction between two elevations، يعني حتة ضيقة بين حاجتين عاليين اللي هي هنا الهيد والبطن. يبقى تاني النك constricted portion of the pancreas connects the head to the body، ربطت الهيد مع البادي. هنا في الدياجرام الحتة المقطوعة عشان نشوف اللي وراها اللي قلنا يمثله البورتال فين. طيب الهيد بقى underlies in front of beginning of portal vein، قدام بداية البورتال فين. And the origin of superior mesenteric artery from the aorta، والمنشأ بتاع superior mesenteric artery من الأورطة. وهذه الدياجرام اللي قدامنا مرسوم superior mesenteric vein، طبعا بالطبع مش محطوط الأورطة معاه، ومرسوم اللي فيه الفينكابا، مرسوم البورتال فين، بس في الدياجرام اللي نقصنا الأورطة superior mesenteric artery. لكن في دياجرامات كتيرة بصراحة بتحط الاثنين مع بعض. طيب نكمل برضو في البنكرياس. البادي رانز ابورد اند تو ذا ليفت كروس الميد لاين ترانجولار ان كروس سكشن، لو خدنا في مقطع يبقى مثلث الشكل. يبقى البادي رانز ابورد يعني مش هقول يجري ناحيه اعلى، يعني ماشي ناحيه اعلى اند تو ذا ليفت ناحيه الشمال او الجهه اليسرى يعني كروس الميد لاين ترانجولار ان كروس سكشن، خدنا في مقطع يبقى شكله مثلث مثلث الشكل. التيل باسس فورورد ان ذا سبلين ورينال ليجامنت اند كامز ان كونتاكت وذ ذا هايلم اوف ذا سبلين، نحط تحتها 10 خطوط، وادي التيل والبنكرياس وده الهايلم اوف ذا سبلين. المقطوعين دول سبلينك ارت وسبلينك فين وباقي الاستراكشر بتاعت الهايلم اوف ذا سبلين، دول كان يضمهم سبلين ورينال ليجامنت. طيب الريليشن بقى anterior from right to left transverse colon attachment of transverse mesocolon lesser sac and stomach، كل ده anterior البنكرياس. posterior بقى from right to left bile duct البورتال والسبلينيك veins inferior vena cava الاورطه الاورجن والسوبر ميزنتيك ارتري الليفت سواس ماسل الليفت سوبرينال جلاند الليفت كيدني اند هايلم اوف ذا سبلين، كل ده يعتبر مستير. وزي ما بقول بصراحة المفروض الحاجات دي واخدينها انتوا كمان مع الديجيسيف سيستم، لكن يعني احنا نديها وزي ما بقول مش هنحاسبكم عليها كامتحانات، لكن عشان نفكركم بيها من بتاعت السنة الماضية. البنكرياتيك داكس في اتنين، مين بنكرياتيك داكت واكسسوري بنكرياتيك داكت. مين بنكرياتيك مين داكت اوف ذا بنكرياس
begins in the tail and runs the length of the gland, receiving many tributaries on the way. تعال نشوفها. ادي التيل وبنكرياس والدكت المفتوحه في الدايجرام. واكمل معها كمل معها لغايه ما اوصلها للسكند بارت اوف ذا ديودينام. Opens in the second part of the duodenum about its middle, يعني تقريبا في نص السكند بارت اوف ذا ديودينام مع البايل دكت. وادي البايل دكت هما الاثنين فاتحين مع بعض عند ما يسمى ميجور ديودينال بابيلا. Sometimes main duct drains separately into the duodenum. واحيانا كل واحده فيهم تفتح لوحديها هي والبايل دكت بس في نفس المكان. وبيعملوا امبولا اسمها امبولا اوف واتر، كلام يعني اكيد اتقال مع الدايجستيف سيستم لكن دينا بنعيده ما يضرش. اكسسوري دكت اوف ذا بنكرياس اهي موجوده. اكسسوري دكت بنكرياس وين بريزنت، يعني لما تكون موجوده مش دايما تبقى موجوده. درينز ابر بارت اوف ذا هيد، اهو نكمل معاه جايبه الابر بارت اوف ذا هيد. اند اوبنز انتو ذا ديودينم اشورت ديستانس above the main duct on minor duodenal papilla. ادي المين بنكرياتيك دكت وادي الاكسسوري بنكرياتيك دكت في مسافه بين الاثنين. الاكسسوري اعلى من المين بنكرياتيك دكت يعني تعتبر بروكسيمال، المين ديستال في مسافه ما بين الاثنين. اذا كنا المين بنكرياتيك دكت قلنا تفتح في ميجور ديودينال بابيلا، بالطبع الاكسسوري تفتح في ماينور ديودينال بابيلا. Frequently communicates with main duct وموجودة في الدايجرام ده بصراحة إن هما الاتنين ممكن يكونوا متصلين ببعض يعني أهو كأنهم duct واتقسمت الاتنين في الدايجرام ده. أحيانا يبقوا separated تاخد بس الهيد بنكرياس وخلاص. وادي الدايجرام ده هنا بقى فيه الاتنين arteries الارتر والفين يعني السوبيرميزنتريك ارتر وفين مرسومين في الدايجرام ده. هما كده معديين قدام الانسينيتي بروسيس وبنكرياس وقدام السيرف بارت اوف ذا ديودينم. المين بنكرياتيك داكت بصراحه ممتازه جدا، وادي الاكسسوري بنكرياتيك داكت، وباين بقى اللي باللون الاخضر دي عباره عن البايل داكت. وهنا الاثنين فاتحين بفتحه واحده المين بنكرياتيك داكت مع البايل داكت في الميجور ديودينال بيبل. وزي ما قلت عملوا سفنكتر مع بعض اللي هو سفنكتر اوف اودي. وادي الماينور ديودينال بابيلا اللي فوق، وطبعا الديودينال عشان مفتوح فاحنا شايفين اللي جواه زي ما بقول قدام. الناحيه الثانيه كماله لو هكمل بقى ديجستيف سيستم يبقى دي عباره عن الكومن بايل داكت اللي كانت اتحاد كومن هيباتيك داكت مع سيستيك داكت. سيستيك داكت دي اللي كانت امتداد الجول بلادر لها فانداس على بادي على هناخد عند النك واطلع منها بالسيستيك داكت. طبعا الكومون هيباتيك كان اتحاد الرايت والليفت هيباتيك داكس. يعني دي بالمره عشان الدياجرام موجود وتستفيدوا بيه زي ما بقول في السيستم الثاني اللي هو ريليتد. الاناتومي مش هنقدر نفصلهم من بعض بصراحه. البلاد ان نيرف سبلاي بنكرياس بقى الارتيز سبلينيك اند سوبيريور انفيريور بنكرياتيكو ديودينال ارتيز سبلاي ذا بنكرياس. الفينز الكورسبوندنج فينز درين انتو ذا بورتال فين. ده مهم جدا البدايه بتاعت البورتال من ورا البنكرياس. الليمف درينج او ليمف نودز ار سيتويتد الونج ذا ارتريز ذات سبلاي ذا جلاند. ذا افرنت فيزلز التيميت درين انتو ذا سيلياك اند سوبير ميزنتريك ليمف نودز. النيرف سبلاي بقى سمباثيتك وبارا سمباثيتك. البارا فيجال نيرفز هم اللي بيوصلوا هنا. النيرف الوحيد اللي بيدخل او يغذي بعد النك يعني اللي كمل في السوركس والابدومين هو الفيكس، مفيش حد تاني بارا سمباثيتك. لكن بعدين هنكمل في البلبس كمعلومه تهمكم انه عن طريق بلبنك سبلانكنك نيرف اللي هو اس 2 3 4 ده سباينال بالمناسبه، لكن احنا خلينا في كرينال نيرفز. يبقى عندي سمباثيتك وبارا سمباثيتك، وهنا قلنا بين قوسين الفيجل نيرف فايبر سبلاي ذا اريا يعني يغذي البنكرياس. ديفلوبمنت اوف ذا بنكرياس ديفلوبز فروم ادورسال اند فينترال باد انتو ديرمال سيلز ذات ارايز فروم فور جت. لا ننسى في مغالطه هما الاثنين
الفنترال والدورس البنكرياتيك بادز يطلعوا من الفور جات. الغلطه بتيجي من بلاد سبلاي، ناس تفتكر عشان عندي انفير بنكرياتيك ودودنال بيطلع من السوبر ميزنتيك، والسوبر ميزنتيك يتبع الميد جات، فيقول ده يعني واحده من الفور جات والتانيه ميد جات. لا، هما الاثنين فور جات. اهم معلومه في كل الديفلوبمنت اوف ذا بنكرياس اللي فيها الخطأ شائع يعني. فالدورسال باد اوريجينيت اشورت ديستانس اباف الفنترال باد، يعني الدورسال هو اللي يطلع الاول بروكسيمال زي ما بقول، اند جروز انتو دورسال ميزنتري. الفنترال باد ارايزز ان كومن مع الهيباتيك باد، وبالمناسبه الهيباتيك باد اللي هتديني جول بلادر والليفر، هتدخل بمشاركه الليفر، دول يعني جايين من الفور جات ما بياخدوش من الميد جات. فكده الاثنين سواء دورسال او فينترال بنكرياتيك بادز يطلعوا من الفور جات. هو الفينترال باد تطلع من الفور جات بس كلوز تو ذا جانكشن او ذا فور جات ويز ذا ميد جات. في فرق بين كلوز للجانكشن يعني قرب الاتصال ما بين الاثنين، فرق ان اقول تطلع من ميد جات. اهم نقطه نركز عليها. كاناليزد داكت سيستم ناو ديفلوبز ان اتش باد rotation of stomach with duodenum together with rapid growth of the left side of the duodenum results in ventral buds coming into contact with dorsal bud and diffusion occurs. نتيجة الروتيشن والديفلوبمنت اللي بالشكل ده اكتر في ناحية الليفت، فبيخلي انه الاثنين يجوا جنب بعض، الفنترال بد مع الدورسال بد واتحدوا مع بعض، وبالتالي كان هيبقى عندي دبل بنكرياس زي ما بنقول لهم، حصلش كده. اهو تعال نشوف على الدايجرام، عندي الدورسال بنكرياتيك باد وادي الفنترال بنكرياتيك باد، هو والهيباتيك باد اللي اديتني جول بلادر اهو مكملين جوه الليفر، الاثنين طالعين من الفور جاد. ونكمل هنا بقى، ادي الفنترال بنكرياتيك باد وادي الدورسال بنكرياتيك باد. طبعا جبنا الدياجرامات التانيه دي عشان يبان الروتيشن والفرق في الديفلوبمنت، ونمشي مع اللي احنا شايفينه ده لغايه ما نطلع البنكرياس ويتحدوا مع بعض. ده فنترال ميزنتري وده الدورسال ميزنتري، ودي ستومك اللي فوق، فالستومك معروفه بتطلع من الفرجات، وادي الجزء الاولاني من الديودينم. بالمناسبه الديودينم هو ده اللي ينفع فورجت وميد جت مع بعض، نص الاولاني فورجت النص الثاني ميد جت، لكن الجزء اللي طالع منه الاثنين بادز اللي عملوا البنكرياس هم الاثنين طالعين من الفورجت زي ما احنا شايفين. بس بدا يحصل روتيشن زي ما شايفين كده، الروتيشن اللي بيحصل لغايه ما الاثنين هيجوا جنب بعض. تعال نشوفها، فنترال لفت راحت ناحيه الدورسال، الفنترال جت على الدورسال بس، وتكون عندنا بقى الاكسسوار بنكرياتيك باد والمين بنكرياتيك باد، والمين اتحدت مع الكومن بايل داكت، وبالتالي اتكونوا الداكتس بتوع البنكرياس. روتيشن الديودينام and the unequal growth of the duodenal wall lead to fusion of ventral and dorsal pancreatic buds. العبارة دي بنسميها الميكانيزم اللي حصلت في الديفلوبمنت اللي عندي. يبقى حصل روتيشن وحصل unequal growth في الديودينال وول، المهمة دي اللي خلت تفسر، خلت الفنترال والدورسال جو بيجو أورجان واحد. بالمناسبة حسب ما احنا شايفين في رسم الفنتر هو اللي راح ناحيه الدرس. Fusion also occurs between the ducts so that main pancreatic duct is derived from entire ventral pancreatic duct and the distal part of the dorsal pancreatic part. The main pancreatic duct joins the bile duct but enters the second part of the duodenum. Proximal part of the dorsal pancreatic duct may persist as accessory duct و may open into duodenum about 2 سنتيمتر، او ممكن نقول 1 انش، يعني ال 1 انش 2.5 سنتي above the opening of the main duct. ده الكلام اللي احنا بنشوفه بقى في الادلت يعني. Continue the growth of
into dermal cells of non-fused ventral or dorsal pancreatic buds extends into surround mesenchyme as columns of cells. بالمناسبة يعني عايزين نقول ملحوظة صغيرة انه البنكرياس يطلع من الاندوديرم. الكلام اللي احنا بنتكلم ده انتو ديرمال يعني مقصود بها اندو ديرم. لكن طبعا بلاد فيزل الكلام ده ده ميزو ديرم. لكن الاساس اللي جوه ده عبارة عن اندو ديرم. هو والليبر مشارك فيه يعني الليباتيك سيلز برضو اندو ديرم. بالمناسبة this column give off side branches which later become canalized to form collecting ducts. وبعدين secretory acini appear at ends of the ducts. يعني دي فيها شوية شبه من الريسبيراتوري سيستم اللي احنا خدناه مع بعض في سنة تانية. انه ازاي تتكون برونكاي برونكيول ونفضل ماشيين لغاية ما نوصل للالفولاي. حتة شبيهة كده. انه ducts عمالة تتكون تطلع ducts جديدة وهكذا لغاية ما في الاخر نحط عليها السكريتوري الاسيناي اللي هتفرز جوه الدكت دي وتطلع وتصب في الاخر تتجمع للمين بنكرياتيك دكت والاكسسوار بنكرياتيك دكت عشان يصب في الديوتر. مره ثانيه الدياجرام ده اتحاد الاثنين مع بعض بالدكتس وازاي عملوا مين بنكرياتيك دكت واكسسوار بنكرياتيك دكت. الماينور بابيلي ودي البايل دكت او كومن بايل دكت اللي جاي من الخلف واتحدت مع الدكت بتاعتنا بتاعت الفينتر بنكرياس عشان يعملوا او يصبوا مع بعض في الميجور ديودينال بيبل. تعال نشوفها من الناحيه الثانيه. يبقى باختصار دي مهمه جدا المعلومه دي بصراحه انه المين بنكرياتيك دكت خد الدكت من الفينتر بنكرياس وخدت الدكت من عند الدورسال بنكرياس اللي جو من التيل على البادي لغايه ما وصلنا عند الهيد. نسيب جزء ممكن يعمل اكسسوار بنكرياتيك باد جوه الدورسال بنكرياس. بالمناسبه يعني يبقى الفينتر بنكرياس مع الجزء الديستال يعتبر لو انا هقول كده يعني من الدورسال بنكرياس هم اللي كونوا المين بنكرياتيك داك. او باختصار المين بنكرياتيك داك شارك فيها الاثنين فينتر الاثنين بنكرياتيك باتس بينما الاكسسوري الدورسال بنكرياس اونلي. وممكن تكون اصلا مش موجوده يبقى خلاص بتوع الدورسال دخلوا على الفينترال في الاخر وصلوا للديودينال. بنكرياتيك ايلينتس او ايلتس ارايز از سمول بادز فروم ديفلوبينج داكتس ليتر ذي سيلز سيفير ذير كونكشن ويز ذا داكت سيستم اند فورم ايزوليتد جروبس اوف سيلز that start to secrete insulin and glucagon at about the previous month. ودي اللي تهمنا احنا في الاندوكراين. يعني بناخد البنكرياس كله عشان الباراجراف ده. بالمناسبة يعني. انه البنكرياتيك ايليتس arise as small buds من الديفلوبينج داكتس وبعدين دي تفصل من الداكت سيستم وتعمل زي ما قلنا عبارة عن جزر isolated groups groups مفصولة من الخلايا وبعد كده بقى تستارت تو سيكريت انسولين عند الجلوكاجون عند الشهر الخامس من الولادة. وده اللي بيفسر انه السيدات اللي عندهم دايابيتس بيتحسن السكر عندهم على الشهر الخامس انه الجنين نفسه بدأ يطلع انسولين. inferior part of the head and the ancinate process of the pancreas are formed from ventral pancreatic bud. Superior part of the head, neck, body and the tail of pancreas are formed from the dorsal pancreatic bud. طبعا هنا dorsal مقصود بها dorsal pancreatic bud. وده برضو من الأسئلة المشهورة بتاعت امتحانات كامبريولوجي بقى إنه كل واحدة جت منين؟ هعيد تاني الانفير بارت اوف ذا هيد ومعاها الانسيناتي بروسيس يطلعوا من الفينتر البنكرياتيك بات. السوبر بارت بتاع الهيد ومعاه النك ومع البادي والتيل كل ده يطلع من الدورسال بنكرياتيك بات. الانتراسوبايل داكت وبنكرياتيك داكت انتو ذا ديودينام ده فيها بقى كلام وحديد
as seen from development, the bile duct والmain pancreatic duct are joined to one another, ان هم دول هيتحدوا مع بعض. They pass obliquely through the wall of the second part of the duodenum to open on summit of major duodenal papillae, which is surrounded by sphincter oddi. In some individuals, they pass separately through the duodenal wall, although in close contact, and open separately on summit of the duodenal papilla. In other individuals, the two ducts join and form a common dilatation, hepatopancreatic ampulla, ampulla of water. This opens on summit of the duodenal papilla. وتعال نشوف الثلاث دياجرامات اللي قدامنا دول. عاملين ثلاث حالات زي ما احنا شايفين كده. هل الاثنين يبقوا جنب بعض وسيبريتد من بعض؟ ولا الاثنين يتحدوا مع بعض قبل ما يصبوا في الديودينام؟ يعني علاقتهم ببعض فيها فاريشن من 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 انديفيدوال لانديفيدوال تاني. المهم في الاخر عندي ثلاث اسماء يعني نفصلهم عن بعض. عندي ميجر ديودينام بيبيلي، ده المكان اللي فتحوا فيه في الديودينام، ده بنشوفه بعيننا المجرده. عندي سفينكتر اودي، من اسمه سفينكتر يعني سمام. عندي امبولا اوف واتر اللي هو الدايلاتيشن اللي ضم الاثنين دكت مع بعض، عمل امبولا يعني امبولا، حتى بالعربي اسمها امبولا بالمناسبه، يعني دايلاتيشن موجود وسموه امبولا اوف واتر. انوماليز اوف ذا بنكرياس، دايما بناخد الديفلوبمنت نورمال عشان نعرف الابنورمال. انيولار بنكرياس، ان انيولار بنكرياس الفينتر بنكاتيك بد بيكامز فيكسد، سو وين ستومك اند ديودينام روتيت فينترال بد از بولد اراوند رايت سايد اوف ديودينام تو فيوز ويز دورسال بد اوف بنكرياس ذس انسيركلينج ديودينام. احنا خدنا قبل كده ان الفينتر بنكرياس هيلف عشان يروح ويتحد مع الدورسال بنكرياس. ايه اللي حصل بقى؟ لو الفينتر بنكرياس او بنكرياتيك باد بقيت ثابته لما لفت، ما لفتش كلها زي ما في الدياجرام اللي قدامنا ده، فضلت ثابته مثبته في البصيره بدون الرم، فخدتها ولفت بيها الاستومك والديودينم عشان يوصلوها ناحيه الدورس بنكرياس، وبالتالي هتعمل انيولار بنكرياس، هتحاوط الديودينم بقى، وزي ما باين في الدياجرام عملت نوع من الاختناق في الديودينم بالمناسبه يعني. طبعا الدنيا اتغيرت يعني. ده طبعا النورمال. ما هو مكتوب مي كوز اوف استراكشن اوف ديودينم، ممكن تعمل اختناق للديودينام، and the vomiting may start after birth. تتعرف ازاي؟ انه الجنين ده لما يتولد يبدا يحصل له vomiting. اوكي. انه الديودينام نفسه فيه اختناق. اللي هيبلعه مثلا هيرضع الجنين مش هيكمل، هيرجعه تاني. Early surgical relief of obstruction is necessary. هنا الحل ده عايز عمليه عاجله عشان تفك الاوبستراكشن ده. اكتوبك بنكرياس، لسه معدي علينا كلمه اكتوبك. قلنا اكتوبك هنا كلمه مهمه جدا في الامبريولوجي. اكتوبك بنكرياتيك تيشيو، في نسيج من البنكرياس موجود في مكان مش بتاعه. مي بي فاوند ان سب مكوزا اوف ستومك، الديودينام، سمول انتستين انكلودنج الميكلز دايفيرتيكولام والبلادر، انسبلين، المهم في اي حته في اللي ممكن ليهم علاقه بيه يعني يوصل لهم في الحاجات اللي ريليتد ليها. لوجيك يعني سب مكوز ستومك، الديودينام ده علاقتهم الحميم مع بعض. الديودينام ده جزء من سمول انتستين، لما قلنا سمول انتستين مقصود بها بقى الديودينام واليام لغايه ما نوصل للميكلز دايفيرتيكولام. جول بلادر شيء طبيعي مع الفنترال باد طالعة مع الهيباتيك باد اللي من ضمنها الجول بلادر. اسبلين، ما احنا قلنا التيلو بنكرياس وصل لغاية اسبلين، فممكن نلاقي اكتوبك بنكرياس في اي حتة من دول.
congenital fibrocystic disease caused by an abnormality in secretion of mucus. The mucus produced is excessively viscid and obstructs pancreatic duct, which leads to pancreatitis with subsequent fibrosis. The condition also involves the lungs, kidneys, and the liver. Congenital fibrocystic disease. Thank you very much. Good luck. تمنياتي بالتوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.